إخواني، رجل صلى ركعتين في عشر رمضان وآخر صلى ركعتين في عشر ذي الحجة، أيهما أفضل، الثاني ولا الأول؟ الثاني. هذا غريب على العوام، لكنه ليس غريبا على أهل العلم. ولهذا أقول إنه يجب على أهل العلم أن يبينوا للعامة أن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أحب إلى الله من العمل في أي وقت كان، وهذا مجهول للعوام لأنهم لا يذكرون به إلا قليلا.